أضاف برنامج أمريكي في ولاية كاليفورنيا جدري القردة إلى قائمة الفيروسات التي يمكن التنبؤ بشكل فعال بانتشارها في المجتمع من خلال مياه الصرف الصحي. وكشف البرنامج ارتباط ارتفاع مستويات جدري القردة في مياه الصرف الصحي بشكل واضح بالانتشار المتزايد لهذا الفيروس، وسيساعد الاكتشاف والمراقبة في التنبيه إلى المواقف قبل أن تتحول إلى أزمات، مما يوفر الوقت للأنظمة الصحية والهيئات العامة للاستجابة والاستعداد والتصرف.